حلو. طارق كان بيقول حاجة حلوة قوي، إن هو أصلا ضد الجواز تقريبا 95% مننا كشباب كنا بنقول انا اتجوز، انا اتجوز ليه ومش عارف، وانا اقعد اقيد حريتي ليه، ما انا بنزل مع اصحابي وبخرج والكلام ده كله، وفي الاخر بنطب لازم تتجوز، وتلاقي نفسك حبيت غصب عنك، وتلاقي نفسك انت بقى اللي عايز تروح تتقدم، وبتقف قدام اهلك وتقول لهم لا انا بحب دي وانا عايز اتجوزها وحاجات كده. اول ما بيحصل كده اعرف ان انت دخلت. بس اغلب الشباب اللي بيقول لا انا ما اتجوزش احسن بيبقى اتجوز اوريدي، يعني بيبقى خلاص خد تجربه الجواز لا. وبيندم. لكن انا اول مره اشوف حد يبقى ما اتجوزش اصلا ويقول لا انا ما اتجوز ليه، يعني انا من كتر السمع، من كتر السمع وتجارب الاخرين. تجارب الاخرين يقول لك ايه الجواز جميل قوي، الجواز حلو قوي مثلا، فممكن ايه حد يعني ايه يقلق شويتين فيرجع 100 خطوه لورا.